معظمنا بيعمل لسة وهو رايح السوبر ماركت، بيكتب فيها الحاجات الأساسية اللي عايز يشتريها والخضار واللحوم وكل الحاجات اللي محتاجها. أنا بعمل حاجة تانية، بحب أكتب الأساسيات بس وأسيب الخضار والفاكهة واللحوم للي هلاقيه طازة في اليوم ده في السوبر ماركت. ليه بعمل كده؟ عشان كل الخضار اللي بحب أشتريها تبقى طازة وفي الموسم بتاعها، بيبقى طعمها مختلف وبتوحيني بأطباق جديدة أعملها من غير ما أبقى مخططة لها. مثلاً النهاردة أنا عاجبني الفلفل الأحمر في الموسم بتاعه وطازة، والفلفل الأحمر بيوحيني بالمطبخ التايلاندي، هيخليني أجيب معاه كزبرة خضراء، عشبة الليمون، يمكن أجيب لحمة وفراخ وأعمل ساتيه أو أعمل أي حاجة تانية أنا بحبها من المطبخ ده. انزلوا السوبر ماركت، شوفوا إيه طازة، واستوحوا أفكاركم وطبخاتكم من السوبر